علي العنبكي مراسلنا في ديالى سيطلعنا على آخر التطورات من هناك. مرحبا بك علي، كيف هي الأوضاع الآن في ديالى، وهل فعلا الطرق المؤدية إلى الحدود مع إيران قد قطعت؟ يعني ماذا يفعل المحتجون الآن؟ أهلا رويدة، تحية طيبة تفضل. لك وللمشاهدين الكرام. طبعا القصة بدأت قبل نحو 3 أيام عندما توقفت الخطوط الإيرانية اللي هي ميرساد وسربيل ذهاب، وهي المستوردة التي ترفد العراق بالكهرباء المستوردة. هذه الخطوط تراجعت الطاقة التي تنقلها إلى العراق. اليوم صفرت، يعني نهائيا وصلت إلى صفر، بينما كانت تتراوح لا تتجاوز 200 ميجا واط، ولكن هي يعني يجب أن تكون في السابق أكثر من 1200 ميجا. الآن هذه القصة وانقطاع الكهرباء وتوقف الخطوط الإيرانية تسبب في زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة من المحافظة، ليست خانقين فحسب، بل حتى الخالص وبعقوبة وغيرها. هذه المناطق أدت إلى خروج تظاهرات في الخالص قبل يومين، ومنذ يوم أمس وإلى الآن في خانقين أيضا خرج العشرات من المتظاهرين، قطعوا الطريق الرابط مع منفذ المنذرية الحدودي مع إيران، وأيضا الطريق مع كلار أي مع السليمانية، مطالبين بتحسين واقع الكهرباء. واقع الكهرباء بالمحافظة يعني يتفاوت من منطقة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر، يعني ساعتين بساعتين، ولكن حصة المحافظة الآن الحمل الذي خصصته مركز السيطرة الوطنية في بغداد إلى المحافظة 650 ميجا واط، ولكن هذه الأحمال تزيد أحيانا عن 650 ميجا واط، ويؤدي إلى إطفاء عن بعد، لأنه يتسبب بأوفرلود أو أحمال على الخطوط الناقلة من بغداد إلى ديالى، وهذا يتسبب بإطفاء الخطوط عن بعد من بغداد. لذلك الآن وزارة الكهرباء، كوادر وزارة الكهرباء من التوزيع والشبكات في محافظة ديالى بالإضافة للحكومة المحلية، استنفرت جهودها منذ يوم أمس ويعني لإيجاد حلول لهذه المشكلة من خلال صيانة القابلوات التي تتعرض إلى العطب نتيجة الأحمال الزائدة، وإضافة إلى ذلك فك الاختناقات. يوم أمس الحكومة المحلية اجتمعت مع الكهرباء، مع كوادر التوزيع ومع كوادر الشبكات لفك الاختناقات التي تؤثر على الشبكة الكهربائية داخل مناطق المحافظة. نعم علي العنبكي مراسلنا من ديالى، شكرا جزيلا لك.